معكم محمد جايحي المسؤول العام ديال لاماق وزابيلا. كما كتشوفوا احنا حلينا هذا المحل اليوم وللاسف كنا كنتمنوا نحلوه في واحد الظرفيه اللي غير هذه اللي كتعرفوا كاملين الظرفيه ديال كوفيد 19 يعني مشكل عالمي ووطني وكنا اجلنا يعني الفترات اخرى ولكن الحمد لله رغم ذلك حلينا في هذا الوقت واتخذنا الاجراءات المنصوص عليها اللي قررتها الدوله السلطات المحليه السلطات المغرب كامل كما كتلاحظوا درنا المحكمه درنا المسافات الامن للاشخاص درنا كل اللوازم بالنسبه للماركه ديالنا يعني ماركه مغربيه 100% عندها انتاج عندنا وحده صناعيه في الدار البيضاء لانتاج الملابس بيجامات والملابس البيت الماركه ديالنا يعني التخصص ديالها اللانجري الملابس الداخليه البيجامات للنساء والرجال والاطفال يعني كل شيء هذا اول محل عندنا في اكادير جينا هنا باش نحلوا في المدينه الكريمه اللي هي كانت عندنا معها يعني مده طويله حنا كنفكروا باش نجيو هنايا وكتب لنا ان شاء الله هذه الفتره عندنا سلسله محلات اخرى في مدن اخرى طنجه فاس الرباط الدار البيضاء وعندنا محلات اخرى غادي نفتحوا عليها ان شاء الله سواء المحل الاخر ان شاء الله في اكادير غيكون ان شاء الله في مدخل المدينه قرب الكارفور كان هو تقضى سابقا افتتاح يعني كما كتلاحظوا حاولنا قدر المستطاع نديروا كل ما هو يعني مناسب للزبائن ديالنا كل ما هو يعني يرضيه الزبائن ديالنا بالنسبه كما قلت لكم المنتجات هي عندها تصاميم اوروبيه مع ذوق مغربي يعني لاحظتوا البيجامات ديالنا ولو انها اوروبيه ولكن فيها واحد لبسه مغربيه على حساب الناس المغربيه حنا واحد مده طويله حنا كنا موزعين قبل ما نكونوا نديروا سلسله محلات كنا كنوزعوا بالجمله وهذا في المدن المغربيه يعني عندنا واحد المعرفه كبيره بالذوق المغربي والحمد لله كنحاولوا قدر المستطاع باش نرضيو الذوق المغربي وفي نفس الوقت حنا ولا رجعت نهضر لكم على الشركه ديالنا هي شركه يعني مواطنه يعني مغربيه الاستثمار اللي درنا في اكادير يعني بازين على اليد العامله ديال المدينه 100% وكنحاولوا نشغلوا يعني في اطار المسموح به القانون وعندنا يعني مجموعات التبادل هذا اللي قررنا ان شاء الله تمشي واحد هذا يعني وجميع الناس اللي يخدموا في هذه المحله ديالنا او ابناء المنطقه يعني ما جبنا حتى شي واحد من منطقه اخرى كنحاولوا نعطيو انفورماسيون يعني للناس للمدينه باش يتواصلوا مع هذا يكونوا ابناء المدينه. السلام عليكم البلادي تونسيه خدم المحلات نغوزا بيلا المحل فولكي بهرة أتمنى حد تقول اش كاين ميد بصراحة نرى المحل زون دغي كد دار نحي اللي حقا دير شكون بير دار نحي لازو المحلات هاد مرحبا بيكون دار نح دار نح الحاجة فولكي بهرة راه كنت عجب الحمد لله زعما الا طالب بزاف في الحوايج ديال اللي قسم ساقسان ديما في الفيسبوك حسوا فيسبوك غصاد واش كان ما شاء الله الى الاقبال بزاف اتمنى حد كلش كاين ميدنو كادير صغيد مرحبا بكم بركات.